اول حاجه دايما بنتسال عنها الاعتماد بتاع البرنامج دوت جاي ازاي. فحبينا نوضح ان الاعتماد بتاع البرنامج جاي من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، والاتحاد الدولي للكوتشنج بيعتمد حاجتين، بيعتمد مدارس وبيعتمد افراد. فالمدارس بيعتمدها بعدد ساعات التدرب والتعلم، وفي انواع مختلفه للاعتمادات موجوده للمدارس. احنا اخذنا منها نوع اسمه ACSTH او Approved Coach Specific Training Hours، ساعات موافق عليها من تدريب الكوتش المعتمد. وهنا النوعيه ديت من الاعتماد بتقتضي ان اللي بيخرج منها يقدر يقدم على اعتمادات نوعيتين اعتماد مختلفه، يا اما الاي سي سي يا اما البي سي سي، حسب حاجات تانية كتير هنتكلم عنها في الفيديو القادم.